إخوان السلام عليكم، نتمنى من الله الفيديو يلقاكم بخير. المهم واحد الفيديو كدرت على دولة ألبانيا والوثائق، وجاوني بزاف تعليق على ذلك الفيديو. ما كاينش شرح فيه مزيان، كاين اللي ما فهمش، كاين اللي بزاف الحوايج كيقلب، كاين اللي كيقلب على الاستماره ما عارف فين عمر الاستماره. اليوم انا غادي نشرح لكم مزيان وفهموني مزيان. انا هذا الفيديو درته على الناس اللي ما فهمش، بغيت نعاود نشرح لكم الفيديو اللي درتو ديجا على ألبانيا. المهم الاخوان باش نشرح لكم، اول حاجه القنصليه ديال ألبانيا كتواجد في مدينه الرباط. اللي بغى يسول راه تمشي لمدينه الرباط، راه كاينه القنصليه ديال ألبانيا. هادي الناس الا اللي ما عرفوش كيعمروا السيت ديالهم المعلومات ديالهم، يمكن لي يدفع الدوسي ديالو الاقرب قنصليه هي مدينه الرباط، وغادي يمشي ويدفع لهم الطلب ديالهم. المهم غادي نرجعوا واحد النقطه اللي غادي نشير ليها مزيان، وهاد الوثائق هادو ضروري خاص يكونوا عندك. الا ما عندكش بلا ما تحلم بالفيزا ديال ألبانيا. المهم الاخوان الوثائق اللي خاصك تجيب واللي معروفين في الفيزا هما، اول حاجه كتجيب شهاده ديال العمل بانك خدام، شهاده ديال العمل ما تكونش يعني مدرحه، تكون يعني موثوقه. علاش؟ حيت راه كيسولوا على هاد الشهاده. غتجيب ليهم حجز فندقي ما يكونش وهمي. راه اغلبيه ديال الاخوان كيجيبوا لهم حجز فندقي كيكون وهمي وكيرفضوا لهم الطلب، يعني راه كيسولوا على الفندق اللي نازل فيه نتايا في دوله ألبانيا، يعني ضروري خاص يكون حقيقي. كيجيب لهم واحد الشهاده ديال كشوفات اخير يعني 3 شهور روفي ديال البنكه، شحال كيدوز لك في الصالير، يعني ما تكذبش، يعني كتقول الصالير ديالك شحال كيدوز، يعني حتى هي راه كيكون واحد التواصل ما بين البنكه، يعني كيكونوا كيسولوا تقريبا شحال هاد السيد كيتوشي او شحال كيتخلص، يعني شحال كيدوز المينيمو ديال الصالير ديالو. كتجي لهم اخر 3 كشوفات الاخرين، وكتجيب لهم حجز طيران ما يكونش وهمي، يكون حقيقي حيت هو راه كيسولوا عليه. هاد الحجز ديال الطيران كاين اللي كيدير وهمي، ولكن اغلبيه كيترفض ليه الدوسي. علاش؟ حيت كيسولوه موراه. ضروري خاص يكون عندك هاد الوثائق يكونوا مري يعني والريقل، باش ما يجيكش الرفض في القنصليه الألبانية. المهم انا كنحاول نفهمكم مزيان. كاينه واحد القضيه اخرى الاخوان، بالنسبه للصور خاصك تصور جوج صور. اي واحد غيمشي عند الناس اللي مختصه بالصور غتقول له خويا بغيت تصورني جوج صور ديال الفيزا، ماشي اي صوره، صور ديال الفيزا ضروري نتوما خص يكونوا. وواحد الوثيقه اخرى هي جواز السفر، خص يكون جواز السفر يعني المده ديالو ما وافياش، يعني المده ديالو صالحه تكون في واحد الشهر. علاش؟ حيت كيبغوا ثلاثه الوراق الاخرين، ضروري خص يكون ثلاثه الوراق الاخرين ضروري خصهم يكونوا. المهم هادو هما الوثائق اللي كاينين، نتمنى من الله تفهموني في هذا الفيديو هذا على دوله ألبانيا والسفر دوله ألبانيا. التذكرة ديال الطيران باش تسافر دولة ألبانيا هي تقريبا 35 دولار حتى 40 دولار، يعني السفر متاح للجميع، ولكن وثائق خاصهم يكونوا مزيانين. اللي ما كيعرفش يعمر الاستمارة يعني، او ما كي يعني ما عندوش مع هادشي ديال ملء الاستمارات، يمكن ليه الدوسي ديالو يدفع القنصلية الألبانية ديريكت، وهاديك الساعة غيعطيو الموعد امتى يتسلم الفيزا ديالو. المهم انا حاولت نشرح لكم مزيان. المهم هادو هما الوثائق اللي كاينين الاخوان على دوله ألبانيا او السفر لدوله ألبانيا كسياحه، شي اللي كاين. نتمنى من الله التوفيق للجميع. انا عاود درت هاد الفيديو وعاود شرحته مزيان حيت جاوني تعاليق سلبيه بزاف في الفيديو السابق، كل اللي ما فهمش وكل اللي فهم. المهم تحيه لكم الخوت، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، المهم غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله على دوله اخرى التيار ما فهموهاش الاخوان، غنحاول نعاود هذاك الفيديو حتى هو، ونتمنى من الله التوفيق للجميع. المهم هادشي اللي كاين، الوراق اللي قلت لكم راه هما اللي كاينين، يعني خاصك الشهاده ديال العمل، كشوفات اخيره ديال الحساب البنكي ديالك، شهاده ديال بان الخدمه ديالك سمحت لك بانك غادي عندك واحد الكونجي، واحد اخر كشوفات ديال البنكه ضروري نتوما 3 مو يكونوا مزيانين، حس فندق يكون صحيح، حس طيران يكون صحيح،
واحد شهاده ديال التامين ديالك هي خاصك تجيبها كتشريها من البنكه ديالك وكتجيبها من صرف العمله يعني ضروري خاصها تكون تاع هي صافي تشري كاين الاخوان كتجمع الدوسي ديالك كامل وكتدفعه للقنصليه الالبانيه بلا ما تبرص راسك باش تعمر الاستماره اونلاين الطلب ديالك دفعو ديالك للقنصليه وهذيك الساعه راهما غيقولوا لك الموعد امتى تاخذ الفيزي ديالك ما هادو هما الوثائق الا ما عندكش هاد الوثائق يعني بلا ما تحلم تقول بانني غنمشي ندفع الفيزا وغادي يعطوني حيت هما كيمشيو على المستندات الوثائق يعني الوثائق ضروريين راه اغلبيه تيقول لك انا ما عنديش الوثائق انا ما عنديش شهاده الاعمال انا ما عنديش روبي شوف اخويا الا ما عندكش هاد الشهاده يعني بلا ما تحلم بالفيزا ديال البانيا بجميع الفيزات هادشي اللي كاين الاخوان تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله وتحيه لكم.